موزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. سعدت اليوم بلقاء السيد رئيس الحكومة المكلف وهذه هي مقاربة متاع تواصل بين المؤسسات، حكومة باش تدخل حكومة خارجة، وبالتالي جذبنا أطراف الحديث حول ملفي الدفاع والعدل، وحكينا فيه بكل صراحة. والحقيقة كانت جلسة شيقة صريحة، وربما تتلوها جلسة أخرى، وهذه مهم برشا. إن شاء الله الحكومة الجديدة تواصل على نفس الدرب، وربما تعمل خير إن شاء الله. وبالنسبة لنا تواصل المؤسسات شيء هام جدا. ما قدمتوه من أولويات بالنسبة للسيد رئيس الحكومة المكلف؟ خاصة الوضع الأمني في الدفاع على الحدود سيدي. بالضبط. نجم نقول لك الوضع الأمني على الحدود تعزيز، خلينا التحوطات الأمنية الكل موجودين، الترتيبة الدفاعية في أوجها، إن شاء الله مرتاحين. المؤسسة العسكرية وكذلك المؤسسة الأمنية قائمين بمجهود كبير ومشكورين على ذلك. واليوم النجم نقولوا اللي حاضرين احنا لكل طارئ، وان شاء الله بلادنا محسنه. نقطة سيد الوزير، زميلكم منذ قليل وزير الداخليه هي كاسكيت وزير العدل، دعا انه القضاء زاد يتحمل مسؤوليته اليوم في التصدي خاصه لاداره الجريمه العامه في اصدار بطاقات ايداع بطبيعه، وهو قال مع احترام استقلاليه القضاء. لكن انتم اليوم كوزاره العدل شنو تنجموا تقوموا في المجال هذا، وكل شنو توصياتكم؟ انا يذر لي القضاء قاعد قائم بالدور نتاعو، والقضاء لا يتلقى اي تعليمات من اي جهه وبصفه خاصه من السلطه التنفيذيه. انا يذر لي الساده القضاة واعيين وعندهم درايه بالظروف العامه اللي تمر بها البلاد، ونتصور اللي كونوا كل القرارات باش تكون في الاتجاه نتاع حفظ الامن، وهذا بالنسبه لنا التصدي للجريمه المنظمه شيء مهم برشا.